يعد التأمين الصحي الشامل أحد أهداف التنمية المستدامة، والتي تستهدف تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية، ووفقاً للأكواد والبروتوكولات العالمية بحلول عام 2030. وجاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأولوية ملحة على خريطة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري. ويحصل المواطنون القادرون على سداد الاشتراكات على جميع الخدمات الطبية والعلاجية مع صرف العلاج وفق جداول المساهمات، على أن يتم توفير علاج للأمراض المزمنة بالمجان. وقال خبراء إن التأمين الصحي الشامل يتميز بأنه تمويل مستدام مع مراعاة الخطط والبرامج الصحية التي تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين. وأشار آخرون إلى أن انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حلم طال انتظاره، ويعد لبنة أساسية لتطوير النظام الصحي في مصر وإعادة هيكلته بمعايير وجودة عالمية. وفي نفس السياق، أكد البعض على أن البدء في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس ارتياح المواطن المصري بأن الدولة تولي الصحة اهتماما كبيرا. من جانبها، أكدت وزارة الصحة على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد بمثابة نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية. وفي هذا الإطار، اعتبر خبراء المنظومة الجديدة حلما طال انتظاره وبداية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر كمظلة صحية يستفيد منها كافة جموع الشعب. وبدأ فعليا تنفيذ الحلم، حلم نظام التأمين الصحي اللي بيشمل وبيضم كل المصريين بمختلف فئاتهم الاجتماعية. ابتدى فعليا تنفيذه في محافظة بورسعيد، على أن يتم تباعا تطبيقه في محافظات أخرى. نتعرف أكتر على نظام التأمين الصحي وإزاي أن الدولة هتتحمل عن كاهل الغير القادرين أنها تقدر تعالجهم بالمجان، وإزاي هيتم تطبيقه على أحدث النظم العالمية المطبقة فعليا في دول كتيرة متبعة هذا النظام. نتعرف على كل ده بالتفصيل من خلال حوارنا التالي مع الدكتور ياسر سعيد، استشاري أمراض البطنة والغدد الصماء. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. يعني احنا سعداء الحقيقة انه بدأ فعليا تطبيقه في بورسعيد، وخلينا ناخد فكرة سريعة عن اللي بيحصل دلوقتي في بورسعيد، ازاي تم تطبيقه على ارض الواقع في حيز محافظة بورسعيد او مدينة بورسعيد. وفي الحقيقة زي ما حضرتك بدأتي، احنا كنا في حلم. الحالة الصحية متردية في مصر جدا، كان عندنا مشكلتين كبار جدا في مصر أساسيتين دايما القيادة السياسية كانت بتتكلم عليهم: الصحة والتعليم. التعليم بدأنا خطواته، احنا بقالنا سنة هوت في مرحلة برضو إصلاح، لكن الصحة طلع أول قانون للتأمين الصحي الجديد بمفهومه العصري في 2018. من الوقت ده بدأت الدولة بكل يعني قياداتها وبكل فروعها انها تشتغل على المنظومه، لان هي مش منظومه وزاره الصحه بس. ده وزاره الصحه، وزاره التضامن الاجتماعي، ووزاره الماليه. ايوه طبعا، يعني ده شغل لازم يجمع كل الوزارات دي. ليه بقى؟ عشان انا مش بقول فكره وخلاص، لا، ده منظومه هتمشي، ولما تمشي هيبقى في مستفيدين منها اللي هم ال 100 مليون مصري أو الشعب المصري كله. المنظومة باختصار شديد أنا عايز أعمل تأمين صحي يعني يوازي أو يواكب العصر بتاعنا، أو يوازي التأمين الصحي اللي معمول في دول راقية كتير جدا. أيوه، وكلنا سافرنا وكلنا رحنا وجينا، وكنا بنيجي نتحسر على شوف بره التأمين الصحي، شوف في أمريكا مضغطين إزاي، شوف إنجلترا بيعملوا إيه، بمجرد الكارت بتاعه او البطاقه بتاعته بيخش ياخد خدمته في اي حته. طيب هنعمل ده في مصر، وهنعمله كمان بانتاج مصري اللي هو اكتر ناس عارفين احتياجاتنا ايه في الموضوع ده. كان اهم حاجه الاول التدابير الماليه للمشروع عشان نضمن استمراره. في كوادر، في وزارات كتير بتلتحم مع بعض عشان
تديكي المنظومة السليمة. صحيح. المنظومة السليمة. فبدأوا حتى من أيام وزير الصحة السابق، وبدأت المنظومة ممتدة، ويمكن قد تمتد لعشرين ثلاثين، بحيث أن احنا دلوقتي دخلنا على المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بدأت أول مدينة فيها المدينة البسيلة طبعا بورسعيد. إيه بقى خطوات المرحلة دي؟ يعني أنا أتصور كده أنه لازم يبقى فيه داتا بيز، يعني لازم يبقى فيه كل الناس بياناتها واضحة وموجودة ومتسجلة على سيستم، صح؟ فعلا. إحنا اللي عايز أقوله برضو قبل ما أخش في الشرح، إن إحنا زمان كنا بنعمل التأمين الصحي بحالة فردية. حضرتك في جهة عمل معينة أو متأمن عليك في جهة عمل معينة، بتروحي بشخصك بس تأمين صحي. الفكرة الجديدة مش كده خالص. الفكرة الجديدة التأمين الصحي أسري. أي عائل أسرة بيروح للأول الطبيب الأسرة أو الممارس العام. بدأوا مثلا في بورسعيد يقسموا المدينة لقطاعات أو أحياء، كل حي في مركز طبي أو في وحدة صحية، بيروح رب الأسرة يسجل نفسه وزوجته أولاده في أنه عايز يشترك في المنظومة دي. أي. بيروح وبعد شوية بيتصلوا هم من خلال الأرقام اللي هو بيديها لهم والداتا، بحيث أن باقي أفراد الأسرة يجوا يقعوا الكشف الطبي بنظام. بنظام، يعني مش هرجلة كده وروحنا نجري ونرمي ورق، لا 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 لا، كل حاجة بنظام. الداتا بيز اللي بتخش بالهيستوري بتاع كل واحد. يعني ايه؟ انا بعمل قاعدة بيانات بالامراض اللي كانت عندي. انا كان عندي سكر وزوجتي عندها ضغط مثلا، وولادي ده كان عنده كذا وكذا وكذا، ونبدأ نعمل لكل واحد من افراد الاسرة قاعدة البيانات بتاعته. طيب انا عايز اتعالج بقى، خلاص انا دخلت اهو، هيبقى في عندي حاجتين. ازاي هتعالج؟ رقم اتنين، ازاي هتحاسب؟ صحيح. كويس. فازاي هتعالج ديت؟ انت بتخشي للطبيب الاسره. طبيب الاسره اذا كانت شكوتك من الشكوات اللي هي العاديه، الامراض العاديه، الدرجه، برد، انفلونزا، مش عارف ايه، كحه، كلام من ده، بيوصف العلاج وبيتابعك. ما ينفعش انت تيجي من باب للطاق كده تروحي المستشفى الا اذا كانت حاله طارئه. تمام. حاله طارئه، انا مش هخش على الطبيب الاسره او الممارس، وهطلع على طول على الحاله الطارئه ديت، اتعامل بنفس الانترنت بتاعي. طيب خلينا بقى بالتدرج. الدكتور ده اكتشف بعض الامراض عندي، فهيعمل ايه؟ اذا كانت في قدرته العلاجيه بيبدا يعالج. وهنا هنمثل المجموعات العلاجيه الاوليه دي بتمثل 70 80% من الحالات الطبيه في مصر. فعلا. خلاص؟ 70 80%، يبقى انا اتعالجت انسايتو، يعني في نفس المكان اللي انا رحت فيه تلقيت الخدمه فيه، اتكتب لي فورا العلاج. وانا بقى، احنا قلنا بقى لما بنيجي نعمل الداتا بناخد تحاليل واشعاعات، كل ده فور فري. انك انت احنا بنعمل بقى داتا لكل المحافظه، لكل افراد الاسره، تروح مع بعض الأسرة. تعمل تحاليل وتبتدي تدخل بيانات نتائج التحاليل دي في الفايل بتاعها. البيانات بقى بيانات في قاعده بيانات في مصر. تمام. وبيانات ورقيه كمان في المكان. تمام. عشان لو حصل ايرور في اي حته. وده كله مرتبط بطبيب الاسره. ده نظام بريطاني على فكره، الفاميلي دكتور ده موجود في بريطانيا. انه الناس بتروح للدكتور الخاص بالاسره وبتتحول لدكاترة تانيين إذا هو حولهم. إذا هو حولهم. النقطة الجميلة في الموضوع برضو عندنا في مصر، بس عشان إحنا عارفين طبيعة الإنسان المصري، ليكي إنك أنت تختاري الطبيب اللي هيبقى الفاميلي دكتورز بتاعك. تمام. يعني ليكي إنك تختاريه، يعني وإذا هو خيارك بين عدد من المستشفيات، لو الحالة تستدعي دخول مستشفى بتختاري المكان، حتى ولو خاص. حتى لو مستشفى خاص، بشرط ان يكون المستشفى الخاص دي متعاقده مع التامين. طيب ايه اللي يخلينا احنا بتوع مثلا القطاع الخاص يجروا على انهم يتعاقدوا مع التامين؟ ايه بقى؟ ان الحكومه في جزء من الخطه بتاعتها عملت رقابه جوده. يعني انا حتى انت مستشفى تامين مش هسمح لك تعالجي الا ما يحصل
المكان بتاعك ده يبقى جيد جدا بدرجه يعني ما ينفعش انها تكون اقل من كده. زي كده تدي شهاده معتمده ان المكان ده يصلح يكون تبع التامين. هي دي المعايير بقى. طيب ده حاجه انت ضامنه المريض بتاعك، ضامنه الشغل، انا راجل صاحب مستشفى خاص. هظبط نفسي جدا جدا واعمل المعايير دي، لان معظم الناس هتجري على التامين، هيبقى انا من مصلحتي ان انا اخش في منظومه التامين وانا قطاع خاص. ليه بقى؟ ليه من مصلحتي؟ يعني ضامن عدد من البيشنت هيخش عندي، ضامن اداء خدمه طبيه، مش هستنى بقى ما هو لما الناس يعني هتلاقي النظام لا ده. لا انا قصدي انه نظام التامين الصحي بيوفر خدمه طبيه باسعار معقوله بالنسبه لمستشفى قطاع خاص، واحنا عارفين ان في مستشفيات كتير جدا استثماريه بتبالغ في المقابل المادي وبتستغل حاجه المريض الحقيقه، فهو ليه احسن له ان هو يبقى تحت منظومه الدوله في حين انه ممكن يعمل ارباح بكتير جدا لو خرج من المنظومه دي؟ احنا مثلا على سبيل المثال الحصر في بورسعيد عملنا 7 مستشفيات على درجه لا تقل كفاءه عن المستشفيات الكبرى اللي انا مش عايز اقول اسمائها عشان ما تبقاش اعلان. وفي بعض المستشفيات الكبرى واخده توأمه او اشراف على المستشفيات السبعه دول، مستشفى يعني مستشفى الاطفال في بورسعيد فيها جناح الدكتور مجدي يعقوب. تخيلي بقى يعني انت نفس الكفاءه اهو، وانت تبعت منظومه التامين بنفس الترتيبات بتاع المستشفيات بنفس الجوده. فانا النهارده التنافس هيبقى موجود ليه؟ لان القطاع العام حاطط معايير جوده معينه ما ينزلش عنها هو نفسه. فبالتالي انا القطاع الخاص هلاقي نفسي فضيت. لا ده انا عايز اتنافس بقى. ده انا هخش. قصد حضرتك ان المستشفيات دي هتسحب الناس وهتتوجه ليها، فمن مصلحتي كمستشفى استثماري ان ابقى جزء منها حتى لو هكسب، يعني لان في النهايه ممكن ما اكسبش خالص يعني. تمام. طيب نقطة مهمة برضو أن الدولة هتتحمل تكلفة علاج غير القادرين. كيف سيتم تحديد ذلك؟ يعني إزاي نحدد أن ده قادر أو مش قادر؟ يعني في رصد لحالة المجتمع. تمام. لكن فكرة زمان قوي قوي وفكرة اشتراكية أن كلنا نتعالج في حتة واحدة وكلنا زي بعض، دي أثبتت فشل ذريع، وده اللي عمل انهيار على مدار 50 سنة اللي فاتت في مصر في الجانب ده. النهارده حطت وزاره التضامن اللي دخله اقل من 1200 جنيه ده يستحق العلاج مجاني، تحاليل مجاني، عمليات مجاني، كل حاجه مجاني. طيب انا دخلتينا بقى في الاسعار، مش نخش في الاسعار. ما ده سؤال لازم بيخطر على بال كل الناس. كل طبعا الناس. انا دلوقتي كموظف عشان اشترك في التامين الصحي بيتخصم مني 1% من المرتب بتاعي، وده اجباري يعني مش بمزاجنا، استقطاع 1%. تمام. طيب عايز اشترك لزوجتي 3%، عايز اشترك لابنائي كل واحد الاول والثاني 1%. يبقى انا نفترض اسره، طب 3 و4 1.5 على الثالث والرابع، هنفتكر هنقول المتوسط 4 افراد الاسره هيتخصم منهم كام؟ الاب 1%، الابناء 1.1 ادي 2 و1 3 و3 الزوجه الغير عامله واللي هي ربه منزل بس، يبقى ادي 6% من دخل الاسره. ده اللي انا رابطه وعارف دخله كويس اللي هو الموظف. ايوه. طيب غير الموظف. طب ثواني انا بس عشان ما نبقاش سيبنا الحته دي، هل انا اللي بحدد كرب اسره مستوى الخصم؟ لانه في بعض البلاد بتبقى فيه زي كاتيجوريز كده، انا A وB وC على حسب الرعايه اللي انا طالبها او مستوى التامين. في امريكا يعني انت بتختار مستوى التامين شامل قد ايه، ولا في مصر لا انت إجباري. نسبه واحده اجباري. تمام. نسبه واحده بس هتبقى متغيره في التحصيل. اللي مرتبه 5000 غير اللي مرتبه 10 غير اللي مرتبه 2. تمام. فيعني هتبقى متغيره بقى يعني على حسب حضرتك مرتبك كام هيتاخد منك. واذا تحت رقم معين الدوله بتتكفل. الدوله هي اللي بتدفع. بالعكس بتدفع عن كل واحد 5%. طيب الناس بقى اللي مش مرتبطه بالقطاع الناس القطاع الدولي. الاعمال الحره وما شابه لها 5% من الدخل. طب انا هعرفك ازاي اذا كنت انت بتشتغل؟ طيب لو لك اقرار ضريبي
لو لك اي حاجه انت بتشتغل بيها بنحدد الرقم خلاص وناخد منك 5% من الدخل بتاعك وتبقى شريحه اجباريه عليك مقابل تقديم الخدمه الطبيه. طب الاعمال اللي هي لا حره ولا خاصه ولا دوله، يعني عمال تراحيل، عاملات منازل، الناس دي اللي هي ملهاش دخل اصلا معروف. ملهاش دخل. انت عايزه الخدمه ولا مش عايزاها؟ عايزاها عشان تبقي في امان، ولو حصل اي حاجه فانت هتسعي لنا، يعني انت اللي هتسعي ان يبقى مؤمن عليكي، لان ده امان شديد جدا من غدر الايام، من المواقف، من الامراض، من الى اخره. فبيجي اذا كان معاه صاحب عمل بيؤمن عليه ب 5%، 1% بس هو اللي بيدفعه، وصاحب العمل بيدفع 4%. يعني انت شغاله في مكان ومحدش يعرف عنك حاجه. خلاص، لو صاحب العمل قال انا عندي 10 موظفين فانا بيستقطع من مرتبك 1% وبيحط من معاه 4% من مرتبك كاشتراك ليكي سنوي اجباري برضه. واذا مش شغاله في مكان، اذا على باب الله يعني حد كده كل يوم برزقه. دخلت وزاره التضامن الاجتماعي بتغطي كل الناس اللي ملهاش دخل ثابت او دخل خالص او دخلها اقل من 1200 جنيه. تمام. بانها تتعامل عمليات، تحاليل، اشعاعات، كشوفات، بالعلاجات بالمجان. بس لازم الشخص يتوجه لوزاره التضامن. اكيد ان هو ضمن الشريحه اللي ملهاش صاحب عمل، سواء كانت دوله او قطاع خاص او كده، وانا حد يعني ما عنديش اي دخل ثابت، فمحتاج وزاره التضامن هي اللي تبقى الضامن بتاعي. انا عايز اقول حاجه. الفكره التامين الصحي فكره تكافليه. احنا ال 100 مليون مش هنعيا مره واحده اكيد، ومش هنتعالج مره واحده، يبقى انا هيجي عليا شهور كتير بدفع لغيري. ماشي، ما هو هيجي عليك وقت غيرك بيدفع لك. ان انا في يوم هحتاج. وبعدين مفيش سقف الا اذا بقى دخلنا في الاجراءات الطبيه الجامده اللي جوه. وبرضو انا عايز اقول حاجه، وده مش غلط ومش عيب، ليه ان احنا نرشد الموضوع. انا دخلت بقى ومحتاج داخل ب 5% مثلا اشتراكي، لكن انا بقى دخلت محتاج رعايه ومحتاج حاجات اعلى متقدمه من جدا في يعني محتاج رنين ومحتاج مش عارف ايه واشعه مقطعيه على القلب وغيره، بساهم بنسبه حوالي 10% من تكاليفي. يعني لو الحاجات بقى تجاوزت، لان هي ملهاش سقف. يعني العلاج ملوش سقف، مش حاجه اقول لك عند رقم كذا هوقف علاجك، لا. لكن انت ممكن تساهمي معايا ب 10% لو عدينا الحالات العاديه. تمام. في الحالات العاديه هو اشتراكك بس. طب وده شامل برضو العمليات الجراحيه، كل شيء، الحاجات الكبيره. احنا عندنا المنظومه فيها 3 حاجات. الدكتور الاولاني بتاع الرعايه الاساسيه اللي هو الدكتور بتاع طب الاسره او الممارس العام، ده بيشوف الحالات المرضيه العاديه، ولو عاديه ومعاه في نفس المركز بيقدم لها في نفس المركز مع اخصائيين باطنه ومع اخصائيين مسالك ومع اخصائيين، يعني ممكن يحول داخليا. تمام. في الوحده الصحيه او المركز الطبي ده على طول دايركت للاخصائي اللي عنده. أيوة. المرحله الثانيه اللي هي المتقدمه اللي هي محتاجه الـ 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 المتخصصين. تمام. فتروح المرحله المتقدمه الثانيه. المرحله الثالثه اعمل مثلا باي باس، اعمل عمليه قلب مفتوح، هعمل عمليه مخ واعصاب. طب الامراض المزمنه، يعني الامراض المزمنه بتتصرف دايركت على طول، دايركت على طول العلاج المزمن بيتحدد من قبل الدكاتره ومن قبل اللوجستات اللي معانا بالعلاج، وبيقوم العيان بيثبتها في الاول خالص مع الكشف الاولي. مع الكشف الاولي صحيح، اللي هو في البيز داتا بتاعتنا، قاعده البيانات الاساسيه، واذا كان يتغير او يحصل تبديل وتعديل، لان في المرض المزمن قد يطرا تغيرات في العلاج. طبعا. طيب المنظومات الصحيه او نظام التامين اللي موجود حاليا دلوقتي المفروض انه هيتلغي؟ يعني لو مثلا جهه معينه ليها زي التلفزيون مثلا عندنا تامين صحي. تمام. ده هيتلغي بقى لما المنظومه يعني تكتمل؟ وده يمكن انا قلته من 20 سنه.
احنا عندنا اوعيه كتير جدا 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 وصناديق كتير جدا بتعالج الناس. وزاره الصحه بتعالج الناس، العلاج على نفقه الدوله، المستشفيات الجامعيه والتعليميه، المؤسسات الخيريه، كل ده كله هيتجمع في وعاء واحد اسمه التامين الصحي الشامل الجديد. ليه بنقول؟ عشان دماغنا ما تروحش للتامين القديم اللي هو كان بيخص كل فرد بعينه. لا، النظام ده واخد كل أسرة وإجباري، والأسرة اللي لا تستطيع أن تدفع الدولة هتدفع عنها. تمام. هتدفع عنها أكتر من لو أنت أسرة بتدفعي باشتراك كمان. يعني لو أنت أكتر، يعني هي يعني عشان تبقى هي نفسها منوط بيها أن العملية دي تكون ناجحة وفيها استمرارية. لو جمعت الصناديق دي كلها وجمعت من 100 مليون وجمعت، مش هتلاقي هو المشروع بس فكرته انك ما تقدريش تعمليه كله مره واحده لانه مليارات. يعني طبعًا. انت ما تقدريش تعمليه. ما لازم تبقى مرحليا طبعا. يعني المرحله الاولى احنا سؤال اخير عشان وقتنا خلص وانا عندي اسئله كتير جدا. هو المفروض يعني كروكي كده المشروع يكتمل سنه كام؟ يعني احنا محطوط يعني 32 بس انا سنه 2032. تمام. احنا هنعمل بنهايه السنه دي ثلاث محافظات. تمام. اللي هما مدن القناه. خلاص بورسعيد اتعملت، فاضل السويس والاسماعيليه. وبعدين في المرحله الاولى في نص 2020 هناخد شمال وجنوب سيناء، يبقى وكل ست شهور هندخل محافظه. وطبعا التجارب دي بتخليكم تكتشفوا لو في ثغرات، لو في مشاكل تتصلح بقى في المرحله. عايز اقول حاجه ثانيه، بعد نجاح المرحله الاولى اعتقد ان القياده السياسيه، وده طبعا انا ممكن مش ممكن تسرع مش من الوتيره طبعا، لان هي كل المحافظات هيقول لك بقى انا عايز اروح اقعد في بورسعيد وانا عايز اروح اقعد في الاسماعيليه. خدمات جميله وحلم وستر. يعني احنا بنحلم الحقيقه من اليوم اللي صبرنا كتير بصراحه. صبرنا كتير على الموضوع الصحي ده، بس ربنا عوضنا خير بالمشروع ده. شكرا جزيلا ليك يا دكتور ياسر سعيد، استشاري امراض البطنه والغدد الصماء. فهمنا حاجات كتير قوي عن نظام التامين الصحي الجديد، وان شاء الله يعني تكتمل المنظومه في اقرب وقت. على خير ان شاء الله. اهلا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، هنروح لنشره اقتصاديه من بعدها نتابع اخر حواراتنا النهارده.